في خطاباته عن بناء هيكل، كما قلت من رصنا لحركة الاحتلال، واضح جدا أن الاحتلال يصر أن يبني هيكل مكان المسجد الأقصى، لم يسكت عن هذا المخطط حتى الآن، وفيلم نائب وزير الخارجية نموذج على ذلك. الآن ماذا يعني كل ذلك؟ إيش يعني؟ وهذا ما يجب أن ندركه. هذا يعني أنه الاحتلال عندما يتحدث عن بناء هيكل باطل، هو في نفس الوقت تلقائيا يتحدث عن إيش؟ يتحدث عن هدم المسجد الأقصى. لما هو بيتحدث عن بناء هيكل باطل تلقائيا بالمفهوم الواضح المخالف، هو يتحدث إيش؟ عن هدم المسجد الأقصى المبارك. حقيقة هذه المخاطر هي اللي يعني تتراكم حتى هذه اللحظات. فقط إذا تسمح لي الصورة الأخيرة لعلنا نكمل مؤقتا. هذا مجسم طبعا، لعل البعض فينا هنا صاحب تجربة في شركات مقاولات وبناء عمارات شاهقة، معروف أنه الآن الشركات لما تقترب من تنفيذ مخطط بتعمل له إيش؟ بتعمل له مجسم، وبتبدأ تبني على ضوء المجسم اللي بين إيديها. هذا المجسم موجود يا جماعة اللي هو مجسم خيالي، متصور خيالي للكنيس للهيكل الباطل اللي إيش؟ يتحدث الاحتلال الإسرائيلي في مخططاته عن مرحلة بناء قادمة له. عفواً الصورة الأخيرة اللي بعدها هون، وبقف هنا. هذا شمعدان يسمى في لغة الاحتلال الإسرائيلي، هذا الشمعدان يا جماعة، هذا موجود في غلاف زجاجي متين، في غلاف زجاجي متين بالضبط على بعد مسافة قريبة جداً من الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك. طب موجود هون ليش؟ ليس مجرد شعار، هذا خطوة مرحلية، هكذا يخططون، هكذا يطمعون في الوقت اللي هكذا يظنون طبعا في الوقت اللي يبنى الهيكل سيتم نقل هذا الشمعدان إلى داخل الهيكل الذين يخططون إلى بنائه. ولكن الأمة المسلمة صفها واحد، كلمتها واضحة، كلنا مع المسجد الأقصى المبارك، كلنا سننتصر للمسجد الأقصى المبارك، وسيبقى الهيكل وهم باطل زائل بإذن الله رب العالمين. أكتفي عند هذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ رائد على هذه المحاضرة القيمة، وخلت رأيتم كيف أبانا جهود الصهاينة في تهويد المسجد الأقصى، كما أنهم يهودون فلسطين على العموم. ولكن التركيز في الحديث كان عن هذا التهويد، وهو تركيز جيد، وإن كان يمكن لأحد أن يقول إن هناك قسما آخر أو جزءا من عنوان المحاضرة، وهو ما هو الدور القدس والدور المطلوب. من هذه الأشياء، من هذا أحد الأخوة اسمه جميل الأحمد يقول: ما هو الدور المطلوب من الأفراد حول العالم لدعم قضية القدس من جميع النواحي في ظل قلة حيلة الدول الإسلامية؟
جميل. أولاً يعني أشكر الأخ السائل وسلفاً اسمحوا لي أن نعطي أجوبي بالقدر المستطاع عناوين، وأسأل الله أنه نتمكن من إعطاء عناوين تفي بالقدر المستطاع بجواب كل سؤال. الدور المطلوب أقول بعناوين. أولاً الدور المطلوب أن نثبت القناعة التي تقول أن قضية القدس والمسجد الأقصى قضية كل مسلم وقضية كل عربي، كما أنها قضية كل فلسطيني. ما دامت القدس في خطر وما دام المسجد الأقصى في خطر، كل مسلم في خطر، كل عربي في خطر، وكل فلسطيني في خطر. هذا الخطر لن يرتفع عنا إلا في حال واحد، إذا زال الاحتلال الإسرائيلي عن القدس والمسجد الأقصى. هاي القناعة أول شيء مطلوب ترسيخه في فهم الأمة المسلمة والعالم العربي، في اهتماماتنا اليومية، في خطابنا الإعلامي، في موقفنا العام، موقفنا العام من قضية القدس والمسجد الأقصى. طب بناء عليها، بناء على هذا الأساس الذي قلته، أيضا هناك مطلب آخر بإذن الله رب العالمين نحن مطالبين به، وهو بما أن قضية القدس والمسجد الأقصى يجب أن تأخذ المدلول الذي قلته قبل لحظات، يجب أن نترجم هذا المدلول بشكل دائم، بشكل متفاعل سريعا مع أحداث القدس والمسجد الأقصى. يعني اليوم مثلا على سبيل المثال، اليوم حدث انتهاك بشع من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك. المطلوب من الأمة المسلمة والعالم العربي دائما أن يجسد رد الفعل الذي يؤكد للاحتلال الإسرائيلي شيء واحد، إنه أنت أيها الاحتلال الإسرائيلي ما دمت تحتل القدس وتؤذيها، وما دمت تحتل المسجد الأقصى وتؤذيه، لتعلم أنك في حالة إعلان حرب على كل الأمة المسلمة والعالم العربي، وعلى حق الأمة المسلمة والعالم العربي، ومن حق الأمة المسلمة والعالم العربي أن تدافع عن هذا الحق بكل الوسائل المشروعة. هو شيء مهم جدا يجب أن يتبلور يوم بعد يوم في خطابنا اتجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك. ثم نحن مطالبون إلى جانب هذه الرؤية الواضحة أن نؤكد لأنفسنا، أن نؤكد لأبنائنا، أن نؤكد للصديق، وأن نؤكد للعدو، أننا عندما نحمل هم القدس والمسجد الأقصى نحن نحمل هم قضية منتصرة. القدس منتصرة، المسجد الأقصى منتصر على الاحتلال الإسرائيلي. هذه الثقافة مهمة جدا. آن الأوان أن نملأ حياتنا بثقافة التفاؤل، بثقافة الأمل، بثقافة الانتصار، أن نتحرر من محاولات عبرية خبيثة أن تشيع في حياتنا ثقافة الهزيمة والإحباط واستصغار أنفسنا وجلد ذاتنا كأن لا إرادة لنا. لا 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 لا، يجب أن نتحرر من هذه الثقافة التي حاول الإعلام العبري أن يشيعها، وأن نبني في حياتنا ثقافة أننا قادرون، أننا نملك، أننا نعمل، أننا سننتصر إن شاء الله لقضية القدس والمسجد الأقصى. هذه الخطوط التي أتحدث عنها كلها يجب أن تكون موجه لنا في نظري في مطلبين، الأول مؤقت، الثاني مبدئي. بناء على ما قلت، هذه الرؤى يجب أن توجهنا في المطلب المؤقت، وهو إيش الآن؟ وهو أننا الآن يجب أن نعمل سوياً كي نقف في وجه تهويد القدس وفي وجه الاعتداء المتواصل على المسجد الأقصى، من خلال أن نعين أهلنا المقدسيين وأن ندعم ثباتهم في القدس، في أرضهم،
في بيوتهم، في مقدساتهم، في كل حياتهم. لماذا؟ ثبات أهل القدس في القدس هو الحماية البشرية التي نملكها الآن لحقنا في القدس والمسجد الأقصى. ما دام أهل القدس في القدس فهم بإذن الله طوق البشر الحامي للمسجد الأقصى المبارك. لذلك يجب أن ندعم ثباتهم بكل معنى الكلمة. هاي الهدف المرحلي اللي يجب أن نقوم فيه. أما الهدف المبدئي اللي يجب أن تجتمع عليه الأمة المسلمة، أنا لا أتردد أن أقول كالتالي: هناك معادلة، يجب أن تقف أمام معادلة. الاحتلال الإسرائيلي الآن من قراءتنا إله يحاول أن يفرض معادلة التعجيل بتهويد القدس والتعجيل ببناء هيكل مكان المسجد الأقصى. المطلوب بالعكس، أن تلتقي الأمة المسلمة والعالم العربي على استراتيجية معاكسة تماماً، وهي إيش؟ التعجيل بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن القدس والمسجد الأقصى. سؤال: لماذا سمي باب النبي بهذا الاسم؟ جميل جدا. طبعا يعني نحن نتلقى معرفتنا من علمائنا ومن قراءات كتبهم. ما أعرفه إنه هذا الباب سمي بباب النبي، هي روايات، لست عالم حديث حتى أجزم مدى قوتها، ولكن هي روايات. سمي باب النبي، الرسول عليه الصلاة والسلام كما نعلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الرسول عليه الصلاة والسلام كما نعلم كان يركب على دابة البراق، وهذا على فكرة ثابت في حديث صحيح، في حديث صحيح أنه كان يركب على دابة البراق. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يدخل المسجد الأقصى ربط دابة البراق بالحائط حيث كان مربط الأنبياء، هناك كان مربط الأنبياء، هذا له مدلول جميل جدا لا نستطيع أن نتحدث عنه الآن. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك دخل من ذاك الباب إلى المسجد الأقصى، دخل من ذاك الباب إلى المسجد الأقصى. هذا كان والله أعلم أقوى تفسير وأجمل تفسير لماذا سمي ذاك الباب بباب النبي. طبعا بعد ذلك كان هناك تاريخ وقع على المسجد الأقصى، كان هناك ابتلاءات، كان هناك انتصارات شهدها المسجد الأقصى المبارك. كما قلت لكم في أحد مراحل حياة المسجد الأقصى المبارك كان هناك بحمد الله رب العالمين النفير الإسلامي العالمي الذي دعا إليه صلاح الدين الأيوبي. في تلك الأيام دعا إلى نفير إسلامي عالمي لحماية القدس بعد تحريرها، لحماية المسجد الأقصى بعد تحريره. جاءت وقود المغرب العربي رابطت، حتى الآن لا تزال طبعا مرابطة في القدس، ولكن في تلك الأيام رابطت في تلك البقعة من المسجد الأقصى المبارك، وهي تقريبا الزاوية الغربية من جهة الجنوب. بنوا هناك حارة المغاربة، طبيعة الحال كانت الحارة ملاصقة للمسجد الأقصى، كانوا يدخلون منها مباشرة إلى المسجد الأقصى من الباب الأقرب على حارتهم اللي هو تقريبا يقع في الزاوية الغربية الجنوبية، وأخذ الاسم باب المغاربي من تلك المرحلة التاريخية بإذن الله تعالى. أنا أقول كالتالي: أصبح باب النبي ثم أصبح باب المغاربي. أنا أتمنى إن شاء الله تعالى أن نلتقي في يوم قريب بإذن الله، ندخل فيه منتصرين إلى المسجد الأقصى، ورايحين نسمي الباب باب النصر إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. مداخلة إن شاء الله. شكرا سعادة رئيس الجلسة. شيخي رائد صلاح، أنا أعتبر وجودي في هذه القاعة ورؤيتي لكم وسام على صدري، أتابعكم وأتابع جهودكم وجهود أخوتكم المرابطين
في الحفاظ على الأقصى والدفاع عنه، بل كل مقدسات فلسطين من البحر إلى النهر. شرف وعز للأمة الإسلامية أن تدافع عن هذه المقدسات. سيدي فضيلة الشيخ، نأمل في زيادة التواصل بين المؤسسات التي تشرفون عليها، ومنها مؤسسة الأقصى للوقف والتراث مع المراكز البحثية والعلمية في الوطن العربي. نحن في الوطن العربي، وأنا متخصص في الآثار الإسلامية، ولي والحمد لله اهتمام بآثار فلسطين تحت الاحتلال منذ أكثر من 10 سنوات، وأنا أتابع جهودكم وعلى اتصال بالمراكز البحثية في الأراضي المحتلة يوميا، فنريد أن نتواصل أكثر، لأننا نفتقر في كل وطن عربي لمركز بحث واحد خاص بفلسطين أو خاص بشؤون إسرائيل أو الحفاظ على المقدسات الإسلامية. أرجو ومن خلال زيارتكم للمملكة العربية السعودية، وهي الدولة الرائدة في الدفاع عن فلسطين، وفي وجودكم في هذا المركز الخالد مركز الملك فيصل، أن تعقدوا اتفاقا أو ما شابه. نريد سيدي أن نكون على تواصل يومي، لأننا في أبحاثنا عن فلسطين نتابع كل ما يجري في المقدسات الإسلامية في القدس وفي كل الأراضي المحتلة في سنة 48 و67، والأخوة في المراكز التي تعلمها وتديرها أنت وأخوتك المرابطين لا يبخلون علينا بالمعلومات. نتواصل معهم يوميا، نتواصل مع مؤسسة القدس في بيروت وغيرها، لكننا نريد مزيدا من التواصل. أنا مصري وأقيم في هذا البلد، وهذا البلد بلدي، وهذه المدينة مدينتي، فأرجو ألا تغادر الرياض قبل أن توقع هذا الاتفاق إن كان ذلك ممكنا. ومرة أخرى أنا أشرف وأشرف بلقاء رجل في قامتكم، حفظكم الله ووفقكم سيدي. كان جملة بعدين إن شاء الله، ما شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. التعليق كان للدكتور عبد الله إن شاء الله. ولكن اقتحامات غير مؤثرة، فهل يريد الاحتلال أن نتعود على هذه الاقتحامات وعدم الاكتراث لها، وخاصة أنها لا تؤثر، مما يؤدي أيضا إلى ضعف الرد على هذه الاقتحامات؟ سؤال جميل يعني حقيقة، ومدلول السؤال هام جدا. يعني الأخ صاحب السؤال أولا هو مصيب في التحليل للظاهرة، فعلا هناك تعجيل وتسريع في اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى. فيما مضى في سنوات، بالذات ما قبل 2000 تقريبا، كان الاحتلال إذا أوعز لأحد أضرعه أن تقتحم المسجد الأقصى كانت تثور هناك حشود عشرات الآلاف تأتي من قطاع غزة، من الضفة الغربية، من القدس، للداخل الفلسطيني، والكل كان يحتشد. لا أقول يغطي المسجد الأقصى فقط، كان يغطي القدس بحمد الله رب العالمين. في حينه كانت تحدث مواقف بهلوانية باطلة من أمثال جيرسون سلمون اللي كان يدعي أنه بده يدخل حجر أساس للمسجد الأقصى، وفي حينه فعلا ولا يزال الحمد لله رب العالمين الموقف الصلب من شعبنا المسلم الفلسطيني بالتصدي لكل هذه الخزعبلات. الشيء اللي تغير، وأنا أوافق السائل، أنه تلك الأحداث قبل 2000 كانت أحداث شاذة تقريبا سنوية، ما كانت تتكرر تقريبا سنوية. الآن وهذا كلام للأسف مؤلم، الآن الاقتحامات تقريبا صارت شبه يومية. للأسف هذا الشيء مجزوم فيه، هي أسبوعية تقريبا الآن. الآن الاحتلال الإسرائيلي لا يقتحم فقط، بل يقتحم
المسجد الأقصى من خلال عناوين مختلفة من الاحتلال الإسرائيلي، مرة باسم مستوطنين، مرة باسم قيادة دينية احتلالية، مرة باسم حتى قضاة محاكم يقتحمون المسجد الأقصى، مرة باسم عضو كنيسة إسرائيلي أمثال إلداد وفجلين وكل المجموعات هاي العابري التي ستنتهي إن شاء الله تعالى، يقتحمون المسجد الأقصى بمسميات كثيرة. الآن الخطورة أنهم يقتحمون المسجد الأقصى، يحاولون أن يؤدوا طقوس تلمودية كأنها صلاة في داخل المسجد الأقصى المبارك. الآن من المخاطر لهاي الاقتحامات أنهم يحاولون أن يمهدوا الطريق لإدخال ما يسمونه في الطقوس التلمودية قرابين الفصح، يعني أن يدخلوا مواشي حتى يذبحوها في المسجد الأقصى تحت مصطلح قرابين الفصح. هذا ما يحاولون أن يحاولوا تطبيقه وتنفيذه في داخل المسجد الأقصى المبارك. الآن أيضا يحاولون أن يكون هناك مع اقتحام المسجد الأقصى استفزاز لكل مشاعر الأمة المسلمة، مثل محاولة إدخال زجاجات الخمر في هذا اليوم إلى المسجد الأقصى المبارك. حقيقة لماذا يحدث كل ذلك؟ هو سؤال مهم جدا ويستحق تفكير طويل 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 جدا. لماذا يحدث كل ذلك؟ لماذا بالذات الآن؟ شوف يا إخواننا، الاحتلال حاول أن يسير بخطوات تدريجية من أجل أن يصل إلى مرحلة ما نشاهد الآن في عام 2013 ميلادي. الاحتلال بخطواته التدريجية طمع وخطط وحاول أن ينفذ فرض قطيعة مرحلية بين القدس والمسجد الأقصى من جهة، مع الأمة المسلمة، ثم مع العالم العربي، ثم فرضت القطيعة مع قطاع غزة، ثم فرضت القطيعة مع الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي بحكم الجدران الاحتلالية الباطلة والأسلاك والأشواك اللي أقامها حول الضفة الغربية حول القدس، وبحكم القطيعة الجغرافية بين قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى، كأن الاحتلال الإسرائيلي الآن بدأ يدور في مخيلته أنه إيش؟ نجح بالانفراد بقضية القدس والمسجد الأقصى. هذا من جهة. من جهة ثانية في ظني أقول أن الاحتلال الإسرائيلي الآن يحاول أن يسابق الزمن. الاحتلال يحاول أن يسابق الزمن، بمعنى إيش؟ إنه واضح جدا أن واقع الأمة المسلمة والعالم العربي الآن ليس كالواقع الذي كان قبل عام 2010 ميلادي. هناك بوادر أمل، هناك بوادر يقظة، هناك ما سمي بيقظة الربيع العربي. نعم، لم تقف على قدميها كما يجب حتى الآن، ولكن هي جددت همي وعزيمي وأمل وتفاؤل في مسيرة الأمة المسلمة. الآن واضح جدا أنه ما هو المنتظر بعد في المدى البعيد، ما هو المنتظر؟ الاحتلال الإسرائيلي واضح له أنه هذا الربيع العربي بإذن الله رب العالمين قد يحدث معادلة جديدة، معادلة قوة، معادلة ردع، معادلة تقف في وجه الاحتلال الإسرائيلي. أنا أظن أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يعجل بفرض أطماعه الباطلة على القدس بشكل عام، على المسجد الأقصى، كأن يحاول أن يسابق الزمن قبل أن تفرض وقائع جديدة إسلامية عربية في وجه هذا الاحتلال المغرور والغبي في نفس الوقت. لذلك أنا اللي بقوله كالتالي: الاحتلال يعجل الاقتحامات، يحاول أن يصل من خلال الاقتحامات إلى أهداف مرحلية، مثل التقسيم للمسجد الأقصى تقسيم باطل
بين المسلمين واليهود كما فرض مثل هذا التقسيم الباطل على المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. الاحتلال حتى لو حقق التقسيم الباطل لن يقف عند حد التقسيم الباطل، يحاول كما قلت أن يصنع أجواء أخرى لبناء هيكل باطل مكان المسجد الأقصى المبارك. أنا أقول كالتالي يا إخواننا، والله لا أريد أن أبيعكم كلام ولا أريد أن أبيعكم أوهام، والله أنا على يقين بإذن الله رب العالمين أن عمر الاحتلال الإسرائيلي أقصر بكثير من أن يبني هيكل مكان المسجد الأقصى إن شاء الله تعالى. وأنا قلتها ولا زلت أقولها موقن ومتفائل في نفس الوقت، إن شاء الله تعالى همة الأمة المسلمة وهمة العالم العربي، وإن كان لا يزال هناك بعض العثرات في مسيرتها، بإذن الله بإذن الله بإذن الله ستنتهي بربيع في القدس والمسجد الأقصى إن شاء الله تعالى. مداخلة الآن من الأخ عبد الكريم السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لجائزة الملك فيصل على حسن الاختيار في أهلية محاضرنا الكريم لتكريمي بهذه الجائزة وفاء لحب الفيصل لفلسطين وإيمانه بالحق العربي فيها ولأهلها، وشكرا لأمين عام الجائزة أخينا الدكتور عبد الله العثيمين، وشكرا لمحاضرنا الكريم. وأعود إلى تعليقي. الفيصل رحمه الله وقضية فلسطين بين عصبة الأمم التي هي عصابة الأمم التي ولدت من رحمها دولة إسرائيل بعد وعد بلفور، ثم جاءت منظمة الأمم المتحدة، وكان الفيصل رحمه الله قد شهد ولادة العصبة وقد وقع ممثلا عن بلاده في منظمة الأمم المتحدة، وكانت كلمته في المنظمة من أوائل الكلمات وحفظها له إبراهيم حسين هيكل، وقال بالحرف الواحد رحمه الله: إن قضية لا تجعلوا منظمة الأمم المتحدة كسلفها التي هي عصابة الأمم أو عصبة الأمم، وهدد بالانسحاب من منظمة الأمم إذا لم تنصف القضية الفلسطينية. وعن موقف الفيصل في مؤتمر لندن، وقد سعى الإنجليز على أن تكون غرفة وايزمان مجاورة لغرفة الفيصل في الفندق الذي نزل فيه، على أن في حالة خروج الفيصل من غرفته أن يلتقي بوايزمان، وقد كان هذا الأمر بعيدا على وايزمان. وقد حرق، وكان الفيصل رحمه الله هو الوحيد الذي منع تمثيل اليهود على الطاولة المستديرة مع جمال الحسيني وبقية الوفد، هذا من جانب. ومن جانب آخر، لقد أكيد أنه وقع على بيدكم الأطلس الذي أخرجه مع الأسف الدكتور أكمل الدين أوغلو عن صور نفيسة عن فلسطين، وقد ذكر بالحرف الواحد أن اسم الجدار هو جدار المبكى أو حائط المبكى، مع أنه قريب عهد بلجنة الحائط لسنة 1928 التي أقرت بإسلامية الحائط